Tuška. مشاهدينا رجعنا لكم مرة أخرى بعد مشاهدة هذا التقرير لنبدأ ثاني حواراتنا في هذا الصباح، وأرحب مجددا بضيفي في الاستوديو دكتور عبد العزيز شتا، أستاذ الأراضي بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، وأيضا رئيس اللجنة الفنية للاستخدامات المستدامة للأراضي بوزارة الزراعة. دكتور عبد العزيز، يعني بداية، ما هو عمل اللجنة الفنية لاستخدام الأراضي خاصة في هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اللجنة الفنية لاستخدامات الأراضي شكلت من حوالي 4 أو 5 سنوات، ودور هذه اللجنة الأساسي كلجنة فنية، أولا بتتكون من الفنيين الموجودين في وزارة الزراعة اللي بيهتموا بدراسات الأراضي، وكذلك الفنيين الموجودين في المركز القومي للبحوث والجامعات المصرية بصفة عامة. هذه اللجنة بتعنى أساسا بدراسة استخدامات الأراضي من النواحي الفنية على مستوى جمهورية مصر العربية، مع التركيز على الأراضي الزراعية. وكان لهذه اللجنة دور كبير جدا في رصد ومتابعة التغيرات اللي بتحصل في استخدامات الأراضي، سواء الاستخدام الزراعي أو العمراني أو التغيرات اللي بتحصل في شواطئ الدلتا أو مناطق استصلاح الأراضي بصفة عامة والتوسع فيها. وهذه اللجنة الحقيقة بتستخدم أحدث التكنولوجيات الموجودة حاليا من صور الأقمار الصناعية، وعندها قاعدة بيانات أساسية بتجدد سنويا لرصد التغيرات اللي بتحصل في هذه الاستخدامات. أيضا دور هذه اللجنة أو من اهتمامات هذه اللجنة أعمال حصر وتقييم وتصنيف الأراضي، بحيث أن هذه الأعمال بتتم في الجامعات المختلفة، بيتم تجميعها ووضعها في قاعدة البيانات، بحيث ان احنا بنستطيع رصد وتحديد اهم استخدامات للأراضي، بحيث انها يشترط زي ما بين في الاسم استخدامات مستدامة، يعني بنشوف اوجه المشاكل وبالتالي بنحط حلول لهذه المشاكل مقدما، فبنضمن ان شاء الله استمرارية استخدام الأرض لاستخدام الجيد. طيب ده كلام كويس جدا يا دكتور، ولكن اللي بيشوفنا دلوقتي عايز يعرف يعني إيه استخدامات فنية للأراضي. حضرتك بتقولي حصر ونوعية الأراضي والتعديات على الأراضي الزراعية، يعني ادينا بعض الأمثلة، يعني قولي كان في القاهرة كذا وبقينا كذا الدنيا، يعني عشان تكون المسألة مقربة للناس يعني. تمام. لو خدنا مثلا على سبيل المثال المشكلة الأساسية الموجودة في الأراضي الزراعية النهاردة، الأراضي القديمة، في عندنا اصطلاحين دلوقتي لازم نميز بينهم، الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح. الأراضي القديمة بتمثل أراضي وادي النيل ودلتا نهر النيل والمناطق المتخمة أو المجاورة ليها. صحيح. اللي بنقول عليها أهالينا الفلاحين بيقولوا عليها الأراضي القديمة، الأراضي السوداء. هذه الأراضي زي ما كلنا عارفين تكونت بفعل مياه الفيضان من نهر النيل من آلاف بل ملايين السنين، وتكونت من ترسيب الرواسب اللي بيحملها نهر النيل سنويا، وأدت إلى تكوين هذه الأراضي بالطريقة اللي احنا شايفينها. وبالتالي دي الأراضي القديمة. الأراضي الجديدة هي الأراضي بقى اللي حوالين الوادي والدلتا، واللي تم استصلاحها وزراعتها في 40 أو 50 أو 60 سنة اللي فاتوا. اللجنة بتعمل إيه بقى في الأراضي القديمة؟ الأراضي القديمة النهاردة احنا بنسيء استخدامها، من ناحية أولا المباني على الأراضي الزراعية وتحويلها من الاستخدام الزراعي إلى استخدامات أخرى غير زراعية، مع التعدي على الضوابط اللي الدولة بتحاول تعملها، وكلنا عارفين دلوقتي المشكلة دي. اللجنة دي عملت إيه بقى؟ عملنا دراسة عام 2007 باستخدام صور الأقمار الصناعية، وكان القمر الصناعي أو الساتلايت اللي استخدمناه صور القمر الصناعي الفرنسي، وتم عمل قاعدة بيانات أساسية لكل الأراضي المزروعة في مصر، وإنتاج هذه الدراسة الحقيقة تم تحديد مساحة الأراضي المزروعة، تم تحديد مساحة الأراضي المبنية، تحديد مساحة الطرق الموجودة على مستوى الجمهورية، والحقيقة الطرق كان فيه عامل محدد فيها وهو عرض الطريق الـ4 متر، الأقل من 4 متر ما قدرناش نحصره في هذه الدراسة.
قدرنا برضو نشوف التغيرات في شمال الدلتا في البحيرات، رصدنا الشواطئ ورصدنا المناطق المستصلحة وهكذا. اللجنة برضو عملت دراسة جيدة جدا وهي دراسة التغير الحادث في استخدامات الأراضي من 2007 لسنة 1984. والنتائج قالت إيه؟ النتائج قالت إن هناك تعديات خطيرة جدا إجرامية عشوائية على الأراضي الزراعية المصرية القديمة اللي مستحيل نعوضها. تمام. بمعنى إن عندي المعدل السنوي لاستقطاع الأراضي الزراعية وتحويلها من الاستخدام الزراعي إلى المباني 31 ألف فدان سنويا من الأراضي القديمة مستوى الجمهورية في فترة 22 سنة من 84 لغاية 2007. تمام. أيضا جاري حاليا رصد التغيرات اللي حصلت من 2007 إلى 2014، وكلنا شايفين الثلاث سنين الأخيرة كان في تعديات خطيرة جدا جدا على طيب الأراضي. في النقطة دي تحديدا يا دكتورة، ما بتقدموا النتائج دي للمسؤولين يعني بيكون رد الفعل إيه؟ إيه آلية الدولة؟ يعني هنفضل كل سنة 31 ألف فدان يتاخدوا من الأراضي كده؟ دلوقتي أكتر بقى زي ما سيادة الرئيس يعني أشار أعلى. الثلاث سنين الأخيرة 50 ألف فدان. طبعا في مواجهة بالتعديات والإزالات اللي حضراتكم بتتابعوها احيانا فانتم شكليه، ولكن بعضها شكلي ما هو مطلوب المواجهه الحاسمه. مين يا فندم اللي يقول المواجهه الدولة الحاسمه؟ الدوله المحل وانا بقول واحنا قاعدين لا مؤاخذة احنا دلوقتي انا برصد وبقول والله في تعديات كذا، في جهاز حمايه الاراضي يوميا بيعمل محاضر للتعديات، مطلوب تعاون المحليات. طب مصير الشرطة المحاضر اللي بيتم غرامات وقضايا ولا تشكل أي لا شيء؟ لا جزء منها الناس. جزء منها عشان النواحي الأمنية بيتم إزالته، وجزء ما بيتمش إزالته، وبالتالي زي ما احنا شايفين. ولكن الناحية الفنية اللي أحب أؤكد عليها دلوقتي أن إزالة المباني من الأرض الزراعية يمكن عن طريقها استرجاع الأرض لطبيعتها مرة أخرى. إزاي يا دكتور وهي بتبقى كتل خرسانية؟ الأرض هتزرع إزاي تاني؟ المسألة مسألة تكاليف. أنا دلوقتي طبقا للقانون أي متعدى على الأراضي الزراعية لازم يتعمل إزالة. هذه الإزالة عندنا ما شاء الله المعدات دلوقتي جاهزة إنها تقدر تشيل الخرسانات دي كلها، لكن الأرض بتصلح بعد كده وعلى تكلفة وعلى حساب المتعدى بترجع إلى حالتها الطبيعية. طيب بالنسبة للمشروع اللي احنا بنتكلم عنه، مشروع المليون فدان، المرحلة الأولى من هذا المشروع هتتم في مناطق زي توشكا والفرافرة والفرافرة الجديدة والقديمة والدخلة وامتداد شرق العوينات وجنوب شرق منخفض القطارة سيوة. يعني على أي أساس تم اختيار هذه المناطق؟ ممتاز. هو الحقيقة أنا أحب بس بداية أتكلم عن استصلاح الأراضي وما يسمى بحصر وتقييم وتصنيف الأراضي. مصر رائدة في هذا المجال، بداية من إنشاء السد العالي كان هناك وفرة من المياه ومطلوب تحويل هذه المياه إلى الصحاري إلى الأراضي الجديدة. تمام. لاستصلاحها. تمام. وبناء عليه قامت وزارة الزراعة بدراسة جيدة جدا، هذه الدراسة سميت حتى وقتها دراسة حصر أراضي السد العالي. يعني إيه حصر أراضي السد العالي؟ يعني أخذ مساحة معينة من الأرض وأدرسها دراسة علمية سليمة وأعمل قطاعات في التربة وأشوف عمق التربة قد إيه وأخذ عينات من هذه التربة وحللها وحدد خواصها وبناء على هذه الخواص أصنفها وأشوف صلاحيتها للزراعة. إذن المشروع ده تم فيه دراسة ما يقرب من 18 مليون فدان في الستينات، دراسة جيدة والخرائط بتاعتها موجودة والتقارير وخلافه. هذه الدراسة اتبنى على أساسها خطط استصلاح الأراضي اللي فاتت اللي مرت في مصر خلال السنوات اللي فاتت، خلال السنوات من 64 على أساس استصلاح ما يقرب وزراعة ما يقرب من 3 مليون فدان. ولازم أقول رقمين هنا مهمين جدا، أن الأراضي القديمة مساحتها اللي بتستقطع منها بقى للمباني دي مساحتها 5.5 مليون فدان. الأراضي المزروعة في 2007 ودلوقتي زادت شوية حوالي 8.6 من عشرة. إذن أضيف للأراضي القديمة ما يقرب من 3 مليون فدان، ويجب أن نقدر
ظروع أو مجهودات الفلاح المصري اللي غزا الصحراء وأضاف أراضي النهاردة بتعتبر ضمن الأراضي القديمة للأراضي القديمة الحقيقية، بل بالعكس كفائتها أعلى أعلى. فلابد يعني في الإعلام، معلش، لابد الجانب الإيجابي في استصلاح الأراضي وزراعة الأراضي ودور الفلاح المصري يبرز بطريقة أكبر من كده شوية. احنا مرحبين بكل الكلام حاجة بتقوله في هذا الإطار يا دكتور. ما أكمل برضو الحقيقة في دراسة تانية بقى تمت استكمالا للدراسة بتاعت 64 ودي كانت سنة 1986 واستخدم فيها الصور الفضائية، وهناك دراسات عديدة جدا جدا تفصيلية للأراضي في مصر سواء في الجامعات أو المركز القومي للبحوث أو مركز بحوث الصحراء، مركز بحوث الصحراء المصري اللي بيقوم الحقيقة بدور مهم جدا في دراسة الصحاري من ناحية المياه ومن ناحية الأراضي ومن ناحية البيئة وخلافه. المليون فدان والأربعة مليون فدان اعتمدوا على هذه الدراسات مع إجراء دراسات تفصيلية أكتر سواء من هيئة التعمير أو من معهد بحوث الأراضي والمية التابع لمركز بحوث زراعية أو مركز الصحراء. وبالتالي من ناحية دراسات الأراضي في المليون فدان اللي تم الاستقرار عليهم، هم على فكرة 1,018,000 فدان، صحيح، مدروسة دراسة علمية لحد كبير جدا جيدة وتفصيلية. وفي نفس الوقت وزارة الموارد المائية والري قامت بدراسة للموارد المائية المتاحة. طيب دكتور عبد العزيز، التكلفة المقترحة لاستصلاح الفدان في هذا المشروع، الحقيقة في عندنا من ناحية التكلفة نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى أو الاتجاه الأول اللي هو مرتبط بالبنية القومية، إزاي يوصل للأرض دي، الطرق، الكهرباء، الحاجات الأساسية اللي بتوصلني ليها، ده بالإضافة إلى دق الآبار أو إذا كانت مياه نيلية عمل الترع ومحطات الرفع، ده تكلفة. التكلفة الثانية داخل الحق، داخل المزرعة نفسها. نعم. في تكلفة من ناحية شبكة الري وعمليات التسوية إذا كانت مطلوبة والاستصلاح وخلافه. الإجمالي في حدود من 30 لـ 35 ألف جنيه للفدان. طيب دكتور، الحقيقة أنا كنت في حوار مع وزير الري منذ أيام حول الاستراتيجية الحقيقية للزراعة بشكل أو بآخر في هذا الإطار أيضا ضمن ما ناقشناه. الحقيقة يمكن لما اتكلمنا على مشروع توشكا واتكلمنا على المليون فدان الأولى في عملية الزراعة، قال إن المشروع توشكا من المشاريع الواعدة وإن في استراتيجية حقيقية لدى الحكومة لإعادة إحياء هذا المشروع، لأن المحطة، محطة الرفع العملاقة اللي موجودة هناك بحالتها تماما، وإن في الكثير من الأفدنة ما زالت موجودة وصالحة للزراعة، ولكن محتاجين بنية تحتية تكون متعلقة بسكن الفلاح، متعلقة بالمدرسة، متعلقة بالمسجد، متعلقة بآليات اللي تكون متكاملة في هذا الإطار. حضرتك رحت توشكا، عندك فكرة عن هذا الموضوع؟ تدينا فكرة. بنتكلم على استصلاح أراضي جديدة، طب احنا عندنا أراضي تانية موجودة برضو تم استصلاحها. الزيارة اللي قام بها معالي رئيس الوزراء وزير الزراعة وزير الري أنا كنت موجود فيها، وأنا الحقيقة برضو بحكم عمل الفني في جامعة عين شمس قمنا بدراسات عديدة على هذا المناطق بعد استصلاحها. الحقيقة فعلا المنطقة منطقة واعدة متميزة من ناحية المناخ، صحيح درجة الحرارة عالية جدا، ويعني المشروع اتصرف عليه فلازم نكمله. طيب اصل اما بنقول الكلام ده دلوقتي بيرجعوا نفس النغمه اللي حضرتك كنت عارفها، يقول لك طب ما انتوا قلتوا لنا ده مشروع الاحلام وما الى ذلك، وفي النهايه كانت النتائج صفر. يعني ايه المشاكل اللي ممكن تتعالج ونعالج بيها المشروع خلال المرحله الجايه؟ هو الحقيقه النتائج مش صفر، في مناطق مزروعه زي ما معالي وزير الري اكيد بلغكم، يعني صحيح، ولكن هناك صعوبات مشاكل. انا دلوقتي مدي مستثمر 100,000 فدان، أدي المستثمر 100,000 فدان ويزرع 2,000 فدان في الفترة اللي فاتت دي كلها، طبعا مشكلة في التوزيع، وبالتالي السياسة الموجودة دلوقتي هتتفادى هذه المشاكل. اتسحب 75,000 فدان، سوف يتم عرضها على أكثر من شركة وأكثر من مجموعة من الأفراد، وبالتأكيد الفئات الاجتماعية من خريجين وفلاحين سوف يكون لهم دور كبير جدا في استصلاح هذا الأراضي، وده السياسة في المليون فدان. لا بد من الاعتماد على
المصريين والفئات الاجتماعية وخلق مجتمع جديد. صحيح. من المشكلة هناك إن الإقامة أنا مثلا لسه جاي أول امبارح من العوينات. المشكلة هناك إن مفيش أماكن للإقامة، مفيش مدن مدينة يقدر العامل أو المهندس يقدر يروح يبات فيها وياخد أسرته. بعضهم خد أسرته ورجعها تاني. واخد بالك؟ طيب فإذا احنا معنا خريطة على الهواء اهي، حضرتك كان برضو حضرتك ليك تعقيب عليها بشكل او باخر. الخريطة دي بتوضح الاماكن المقترحة للاربعة مليون فدان بشكل عام، وهناك خريطة اخرى بتمين المليون فدان اللي احنا اتفقنا عليه، وبالتالي ودي برضو خريطة اخرى بتوضح المقترح من شبكة الطرق. لان انا عشان اعمل مجتمع جديد صحيح ونجح هذا المشروع لازم يبقى فيه عند طرق، لازم يبقى فيه عند كهرباء، لازم يبقى فيه عند مجتمع جديد بالزبط. بكل طيب. جوانب هذا المجتمع. طيب دكتور عبد العزيز، الخطوة الأولى من هذا المشروع هتبدأ الشهر القادم إن شاء الله من خلال كراسة الشروط. إيه هي الشروط المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع؟ هو الحقيقة الشروط من ناحية إيه؟ لا يعني هو السؤال موجود متعلق بمحطات الرافع في البداية، فهي الشروط المقترحة حاليا هي متعلقة بمحطات الرفع علشان نبتدي نتحرك في المشروع بشكل أو بآخر. محطات الرفع طبعا وزارة الري متبنية هذا الموضوع، وأحب أطمنك أن هناك موقع واحد بس في المليون فدان بيعتمد على مياه النيل اللي هو منطقة توشكا، والترع موجودة والمحطات موجودة والبداية هتكون قوية جدا إن شاء الله. أما باقي المساحات كلها مياه جوفية، باقي المساحات مياه جوفية. احنا عاوزين ايه بقى في المياه الجوفية؟ في دراسات موجودة عن المياه من ناحية عمق المية، عمق الآبار، ملوحة الآبار، النواحي الفنية المرتبطة. الدراسات دي قديمة ولا جديدة؟ لا جديدة، يعني متعلقة، يعني جايبينها بالقمر الصناعي زي ما حضرتك بتقول. حضرتك قلت لي كل الدراسات اللي معمولة في وزارة الزراعة كلها دراسات جيدة، فالدراسات الجيدة متضمنة هذه المعلومات. اولا دراسات المياه لم تتم في وزارة الزراعة، تمام، دي تمت فين؟ في وزارة الري، في وزارة الري معهد بحوث المياه الجوفية. واحنا في وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية ماضينا على المساحات دي، وان في مياه مدروسة. احب اطمن اهالينا ان المياه مدروسة دراسة جيدة وتكفي ل100 سنة، والاراضي مدروسة دراسة جيدة وتكفي على الاقل لمدة 100 سنة. وبالتالي هناك احتياطات كبيرة جدا لذلك من ناحية المساحات، امان حوالين كل بير، والمسافات بين الأبار وبعضها مأخوذة في الاعتبار. احنا في مرحلة جد وليست مرحلة زي ما كنا بنسمع قبل كده شعارات اما اروح انا تشكى واعمل واقول واعمل وبتاع ومفيش دراسات. النهاردة انا ما اقدرش اتكلم دلوقتي الا ما كنت متأكد من كل كلمة انا بقولها. وانا حاليا مسؤول برضو لحد ما في وزارة الزراعة، وانا كنت قبل كده رئيس قطاع استصلاح الاراضي في وزارة الزراعة، فالمشاكل معروفة والمشاكل لابد ان احنا نحط لها حدود حلول قبل ما نبتدي من المشروع. صحيح. فانا احب اطمن الناس ان هذا المشروع ان شاء الله واعد، سوف يساعد في خلخلة الكثافة السكانية العالية، تمام، في الاراضي القديمة في الوادي والدلتا. سوف يؤدي الى تكوين مجتمعات جديدة، وهذه المجتمعات للشباب، وسوف يكون ان شاء الله خير كبير جدا ان شاء الله. اتمنى ذلك. في نهايه حوارنا بنشكر حضرتك دكتور عبد العزيز شتا، استاذ الاراضي بكليه الزراعه بجامعه عين شمس ورئيس اللجنه الفنيه للاستخدامات المستدامه للاراضي بوزاره الزراعه. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. مشاهدينا ننتقل الان الى زميل محمد شعبان ووقفه اقتصاديه. صباح الخير يا محمد. صباح الخير نجلاء، صباح الخير فوزي، صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم مع اخبار المال والاعمال في هذا الصباح ونظره شامله على مؤشرات الاسهم في مصر والعالم، وكذلك متابعه يوميه لاسعار صرف الجنيه المصريه مقابل العملات الاجنبيه والعربيه. نبدا من اسواق النقد المحليه، فوفقا لبيانات البنك المركزي المصري سجل سعر بيع الدولار الامريكي نحو 7 جنيهات و18 قرشا، في حين وصل اليورو الى 9 جنيهات و62 قرشا، اما الجنيه الاسترليني فقد وصل إلى 11 جنيها و98 قرشا. أمام العملات العربية سجل سعر بيع الريال السعودي نحو 1.91 جنيه، أما الدينار الكويتي فقد وصل إلى 25 جنيها و30 قرشا،
في حين بلغ الدرهم الإماراتي جنيه وخمسة وتسعين قرشا. نتحول إلى متابعة لأسعار الذهب في الأسواق المحلية، حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 299 جنيها وتسعين قرشا، في حين أن عيار 21 وصل إلى 262 جنيها وأربعين قرشا، أما عيار 18 فقد وصل إلى 224 جنيها وتسعين قرشا. في أسواق المعادن النفيسة قلصت أسعار الذهب خسائرها لتغلق على انخفاض طفيف، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر لتسجل عند التسوية 1306 دولارات وسنتين، في حين هبطت الفضة ووصلت إلى 19 دولارا و59 سنتا، أما البلاتين فقد تراجع أيضا ووصل إلى 1451 دولارا وسنتين للأوقية. نختتم وقفتنا الاقتصادية من أسواق النفط العالمية، حيث قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار الجمعة، وأنهت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم أكتوبر جلسة التداول مرتفعة دولار و46 سنتا لتسجل عند التسوية 103 دولارات و53 سنتا، أما سوق عقود الخام الأمريكي فقد صعدت تسليم ديسمبر دولار و77 سنتا لتبلغ عند التسوية 97 دولارا و35 سنتا للبرميل. نعود مرة أخرى إلى نجلاء وفوزي لاستكمال فقرات هذا الصباح. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. العشوائيات مشكلة كل الحكومات السابقة في تاريخ مصر، وللأسف كل الحلول كانت حلول مؤقتة بشكل كبير. العشوائيات بتزيد ومشاكل العشوائيات القديمة أيضا بتزيد، وكل الحكومات اللي فاتت كانت بتقول أنها مشكلتها الحقيقية في معالجة مشكلة العشوائيات هي الميزانية. احنا بنرحب مع حضراتكم بضيفنا في الاستوديو الدكتور عباس الزعفراني، الاستاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، للحديث حول هذا الموضوع. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بحضراتكم وحضراتكم المشاهدين. قبل اسمح لنا قبل ما نبدا الحوار مع حضرتك هنشاهد هذا التقرير ونعود لنبدا الحوار فورا. اعتمد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خطة وزارة التطوير الحضري التي تتولاها الدكتورة ليلى اسكندر لتطوير المناطق العشوائية، حيث اتخذت الوزارة رؤية محددة للتعامل مع المناطق العشوائية من منظور أن الإنسان محور تطوير المكان. من خلالها تم تقسيم العمل في ثلاثة محاور لتطوير المناطق العشوائية، وتشمل تطوير المناطق غير الآمنة وتطوير المناطق غير المخططة وتطوير الأسواق العشوائية، استنادا في ذلك على درجة الخطورة التي تتعرض لها المنطقة وحجم تكلفتها إلى جانب عدد سكانها. المستوى الأول ويشمل خطة فورية تبدأ من أغسطس الجاري إلى إبريل 2015، وتعتمد على توفير فرص عمل للشباب عن طريق دهان واجهات المباني بعدد أربع مناطق، وتشمل المناطق الآتية: أبو قتادة وحي بولاق الدكرور بالجيزة، منشأة ناصر، عزبة خير الله، والبحر الأعظم.
أما المستوى الثاني فيتضمن خطة حالية من عام 2014 وانتهاء ب 2015 بها 6 مشروعات جاهزة للتسليم، وجري تنفيذ 62 مشروعا لتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية. كما يتضمن التطوير إعادة تأهيل شبكة الكهرباء وتأهيل واجهات المباني وإنشاء شبكة لمكافحة الحريق ودفن الكابلات الهوائية ذات الضغط العالي المتوسط، بالإضافة لرصف الطريق الرئيسي وتأهيل شبكة الصرف بتمويل قدره 2 مليون جنيه. تطوير العشوائيات يشمل أيضا تطوير 47 منطقة، منها 43 منطقة غير مخططة و14 سوقا عشوائية بتكلفة 650 مليون جنيه، منها 350 مليون تمويلا من الصندوق و300 تمويل من اتحاد بنوك مصر على عامين. يعني لكم تاني مشاهدينا بعد مشاهدة هذا التقرير لنبدأ حوارنا، ونرحب مجددا بضيفنا في الاستوديو دكتور عباس الزعفراني الأستاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور. يعني ملف العشوائيات قنبلة موقوتة في مصر خاصة في الفترة الأخيرة، ويعني يمكن أثير هذا الملف بعد ثورة 25 يناير. كيف تنظر لهذا الملف تحديدا؟ هو طبعا ملف خطير، يعني العشوائيات بتمثل خطر على سكانها وبتمثل خطر على بقية البلد كمان لأسباب كتير، يمكن أهمها أن العشوائيات مناطق شبه مقفولة، هي غير مخططة وعشوائية بالكامل، محدش يقدر يدخلها. لو حصلت حريقة لا قدر الله، مفيش عربية مطاف هتقدر تدخل جوه، مفيش عربية إسعاف هتقدر تخش تنقذ واحد في أزمة صحية. فكل الكلام ده بنقول العشوائيات خطر على سكانها، وفي نفس الوقت طالما ان محدش بيقدر يدخلها فهي بتبقى خطر على الامن العام. الجريمة بترعى فيها وبيبقى البوليس ما يقدرش يدخلها عشان يتدخل في الوقت المناسب الى اخره. ده جزء. الجزء التاني طبعا نقص الخدمات، نقص المرافق، المشاكل المعتادة اللي بيعاني منها اغلب العمران المصري سواء الريف او المناطق العشوائية. عشان نقدر نتعامل معاها طبعا محتاجين تمويل، لو المسألة هبة او ان الدولة هتخش تصرف على الناس دول، تدخل لهم مية وكهرباء وصرف إلى آخره من ميزانيتها، ده بيخلي القدرة على حل مشكلة محدودة بميزانية الدولة اللي هي محدودة. لكن لو احنا بصينا للعشوائيات على إنها مناطق فيها ناس منتجة، فيها فلوس. العشوائيات ليس كل سكان العشوائيات فقراء، في بعضهم أثرياء جدا، كبار التجار اللي بيشتغلوا في الاقتصاد اللا رسمي موجودين هناك، وفي العمال والحرفيين دخولهم متوسطة، يعني في فلوس في العشوائيات، مش مفيش. فلو احنا فكرنا ازاي نطور العشوائيات من فلوس سكانها، لان دم اي منطقه بتتطور عمرانيا قيمتها بترتفع، فنقدر نلاقي مدخل للموضوع ونقدر نتدخل على قياس كبير. يعني اقول لحضرتك مثال، يعني ليس بالضروره دي الحاجه الوحيده تتعمل، منطقه ما فيهاش شوارع، منطقه كل الطرق بتاعتها طريق رفيع عرضه 3 متر اللي الناس سايباه من الارض الزراعيه وطوله نص كيلو، طب الناس هتركب مواصلات ازاي؟ مفيش، لازم توك توك. لو احنا عايزين نفتح طريق في نص المنطقة دي عرضه 30 متر يمشي فيه اتوبيسات وميكروباصات ومواصلات عامة، وتبقى المنطقة اتفتحت وعربية المطافي توصل للإسعاف، معناه ان انا لازم اهد مباني. طب لازم ادفع تعويضات لاصحاب المباني دي. ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن افتح طريق 30 متر وادفع لهم فلوس، او افتح بعرض 100 متر 30 متر وطبعا هدفع الفلوس، لازم الحكومة هتدفع الفلوس بالكامل، هتدفع مليار او اتنين في انها تفتح طريق 30 متر طريق، وال30 متر او 40 متر يمين وشمال دول اقدر ابنيهم تاني او ابيعهم كقطع اراضي على الطريق الرئيسي اللي هو هيبقى عصب المواصلات والحركه، يعني ده اللي هيبقى عليه المحلات التجاريه، ده اللي هيبقى عليه المكاتب والعيادات الى اخره. اقدر ابيع الاراضي دي بعشر اضعاف اللي انا دفعته كتعويضات في الاول لبيوت في منطقه مقفوله ملهاش اصول. يبقى اذا انا ممكن احسن المنطقه من عوائد النشاط التجاري الناس اللي هتبيع لسكانها. الفكره دي محتاجه ثقه جامده جدا بين الحكومه والناس، محتاجة استثمار ضخم في الأول، محتاجة أدفع مليار أو اتنين عشان أقدر أفتح الطريق ده ثم أستعيد هذه الأموال. لو التجربة دي نجحت في منطقة عشوائية يبقى ممكن تتطبق في الباقيين والناس مش هتبقى خايفة. طبعا الحواجز، المليار الأولانيين دول طبعا هنشايفين في مليارات كتيرة بتتصرف في البلد، هنلاقي أن من أولويات التنمية أن نعمل مشروعات رائدة لتطوير مناطق عشوائية أو قرى إلى آخره، أركز في منطقة واحدة وأعمل فيها تدخل حقيقي وأدفع تعويضات للناس بسخاء، تعويضات اكثر من عادله عشان ما حدش يجي ينام قدام البلدوزر ويقول لا ما حدش هيهد بيتي والكلام ده. فيبقى بنقدر نفكر في الموضوع ده
ونجرب وننفذ وهنلاقي ان الفلوس عادت. في المراحل اللي بعد كده ممكن مستثمرين يخش هو بقى اللي ايه يشارك او يطلع مليار او البنوك. طيب دكتور عباس حضرتك بتقول فكره حلوه قوي ان احنا نقدر ندي تعويضات للناس، ولكن التعويضات دي يعني هيقدروا من خلالها ان هم يعوضوا سكنهم اللي كان موجود، ولا هتبقى تعويضات رمزيه؟ لا مفيش تعويضات رمزيه، لازم تعويض اكثر من عادل. انا عندي مبنى بنيته كلفني 100,000 جنيه، لازم اخد 120,000 مش 100,000، لان انا عشان ابني بيت تاني او اشتري بيت تاني في تكاليف انتقال، هغير مكان سكن، هضطر اعمل. في بعض الاحيان بنقول ده مفروض ان الراجل ده لو هيتنقل اديله تمن شقته زائد تمن عربيه عشان يروح مكان جديد. التعويض لازم يبقى بقيمه اكبر من القيمه الحاليه عشان اللي اتنقل من بيته ده او اتهدت عمارته يبقى كسبان. اي دكتور، بس في بعض المشاكل الحقيقه بتبقى في هذا الاطار. يعني احنا عندنا خلف مسبيرو في منطقه عشوائيه موجود، اما تيجي تقول للناس اللي موجوده فيها احنا هنعمل لكم مساكن تانية وتسيبوا المكان، يقول لك لا انا اسره مكونه من خمس افراد، انا عايش شقه وابني شقه ومرات ابني شقه وابني التاني شقه وبتاع. فدي تكاليف باهظه جدا على الدوله، اليه التنظيم تكون ازاي؟ شوف، اذا كانت المناطق دي هتجيب عائد يغطي الكلام ده اهلا وسهلا، وطبيعي ان دايما في تفاوض، كل واحد عايز ياخد اعلى مكسب والحكومة عايزة تدفع أقل تكلفة، وبيحصل تفاوض لغاية ما بيبقى في نقطة الطرفين فيها حاسين إن ده مكسب للطرفين فبيحصل الموضوع. لما الحكومة بتدخل بمنطق أنا حد تعويض بسيط وأنت لازم تضحي عشان البلد والكلام ده، الناس ما بتتقبلش الموضوع ده بسهولة، لأن في فترات طويلة من فقدان الثقة بين الناس والحكومة، فما فيش حاجة سهلة. يعني ما فيش حاجة سهلة، إنما لازم نبتدي فيها ولازم نجربها عشان نعمل حاجة ما يبقاش مجرد ان انا بخش المنطقة ادخل لهم مية وكهرباء وتبقى المنطقة العشوائية عشوائية ونستنى بقى 100 سنة على ما المباني دي تقع. طبعا في تدخلات بنوعيات مختلفة على مدى زمن كبير، يعني انا ممكن والله انا مش هتدخل في المنطقة دلوقتي افتح شارع بتنفيذه، انما انا هرسم خطين على الخريطة بنسميهم خط تنظيم، بقول ان المنطقة دي هتبقى شارع، المباني اللي فيها يوم ما تقع ما تتبنيش تاني او تتبني اصغر مما هي عشان تفتح الشارع، وبرسم شبكة الشوارع على لوحة وبيطلع بيها قرار ملزم له قوة القانون، ونسيبه 50 سنة يتنفس، كل ما عمارة تقع ترجع لورا تلاقي شبكة الشوارع اتشكلت. الكلام ده ما بيكلفش الدولة حاجة غير مخطط جدي مدروس بيتعمل على مهل، مش مستعجلين ولا حاجة، لكن ساعة ما بيتعمل خلاص محدش يبني بقى في المنطقة العشوائية صحيح غير بهذه الطريقة. فدي الأبطأ والأقل في مواجهة الناس، لكن بيبقى برضو ان احنا محتاجين اكتر من طريقة. مشكلة بحجم العشوائيات ما ينفعش ان في طريقة واحدة للتعامل معها. اهم ما في الموضوع بالنسبة للعشوائيات هو وقف نموها ووقف ظهور عشوائيات جديدة. يعني لازم اتعامل مع مشكلة حجمها ثابت. تمام. المشكلة بتنمو، انا بس اروح اصلح منطقة عشوائية يكون ظهروا خمسة. بالظبط. هو ليه بتظهر منطقة عشوائية؟ لان في نشاط اقتصادي مركز في بعض المدن زي القاهرة، في فرص عمل. القاهرة فيها 40% من الاستثمارات بتاعت مصر، فيها 50% من الخدمات، إذن هي بتجتذب ناس كتير عشان تيجي تسكن فيها. مفيش بنية مخططة للناس تسكن، وبالذات محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، فبتكون نتيجة الناس بتتصرف بتشتري حتة أرض زراعية بتروح تأجر شقة في منطقة عشوائية لأنها أرخص، فالناس بتبني أراضيها عمارات عشان تأجر وهكذا. إذن في احتياج للإسكان ما توفرلوش وسيلة، الدولة بتقول أنا حبني لمحدودي الدخل، ما تقدرش تبني محدودي الدخل كله، هي لازم توفر أراضي مخططة لمحدودي الدخل يبنوا عليها بنفسهم أو صغار المستثمرين يبنوا عليها ويأجروا لها. فعدم وجود مناطق مخططة بيجبر الناس إنها تبني في العشوائيات. فالخطوة الأولى أوفر مناطق مخططة مستواها بسيط لمحدودي الدخل عشان يقدروا يبنوا لنفسهم ويسكنوا نفسهم من غير عشوائية. طيب دكتور عباس، يعني حضرتك صلح لي بس الرقم لو مش مظبوط، ان عدد المناطق العشوائيه في مصر 1171 منطقه. هم كتير واكتر من كده، وعدد سكانهم 15 مليون نسمه. الارقام الحقيقيه اكتر من كده بكتير. هو احنا لما بنقول يعني 6 مليون بس في القاهره و2 مليون في المقابر بالظبط. لا 2 مليون في المقابر رقم مبالغ فيه شويه، انما مشكله العشوائيات حوالي 70% من عمران مصر عمران عشوائي، عمران غير مخطط. لما بنقول تعريف يعني ايه عشوائيه، الرقم اللي حضرتك بتقوليه هي العشوائيات اللي ظهرت في المدن المصريه. انما اغلب الريف عشوائيات، القرى في الريف غير مخططه صحيح وبتنمو بشكل تلقائي صحيح. واغلبها تحول الى مناطق سكن ومناطق خدمات للمدن المحيطه. في مدن كتير، قرى كتير جدا حوالين القاهره اللي ساكنين فيها مش ولادها، مش اللي بيشتغل في الزراعه، دول عمال وموظفين بيشتغلوا في القاهره وساكنين فيها. تمام. فالعشوائيات في الحقيقه اكبر بكتير مما احنا متخيلين. مش المهم الرقم، المهم احنا هنعمل ايه.
طيب يا فندم، دلوقتي في وزارة التطوير الحضري، دي وزارة مستحدثة موجودة في الحكومة الجديدة علشان موضوع العشوائيات بشكل أساسي جدا. لو حضرتك من وجهة نظر علمية أكاديمية قلت مجموعة من المحاور للتعامل مع مشكلة العشوائيات سواء القديمة أو الجديدة، نبتدي منين؟ نبتدي منين؟ واحد، وقف نموها بتوفير البديل، دي أساسية ما فيهاش هزار، مش ممكن هبتدي بتصليح عشوائية في الوقت اللي ظهر لي فيه 10. تمام، فدي نقطة أساسية لازم تشتغل عليها وزارة العشوائيات بالتعاون مع وزارة الإسكان وبالتعاون مع مجلس الوزراء، عشان دي نقطة أساسية. النقطة الثانية أن يبقى في مشروعات رائدة في بعض المناطق فيها تدخل جذري وتحسين حقيقي للمناطق، عشان الناس اللي فيها يحسوا بالفرق بين المنطقة بتاعته وهي منطقة جيدة عمرانيا وبين المنطقة وهي متدهورة، لأن في عدد كبير من السكان كان منتهى طموحاته انه يلاقي يتقفل عليه باب. أه. هو ما يعرفش لاي مدى المنطقه بتاعته صعبه. احيانا الناس بتحس بالمشكله لما تلاقي ايه جاي له ضيف يقول انا اسف الحته مش قد المقام. فاحيانا في نوع من الرضا والاستسلام عند الناس بالوضع المتدهور اللي هم فيه لغايه ما تحصل مشكله كبيره، فيبتدوا يطوروا تقع صخره ما حدش، يبتدي الناس يقول ده احنا في مصيبه والحكومه قصرت في حاجه. فلازم يبقى في تدخل بمجموعه من المشروعات القويه والجريئه في نقط محدده تدي مثال للناس في العشوائيات ازاي المنطقه بتتطور عشان الناس تبقى عايزه زيها. ثلاثه، الاولويات. طبعا في مناطق فيها خطوره على اصحابها زي الدويقه والمناطق اللي فيها صخور او اراضي سبخه ممكن العمارات فيها تنهار، فدي ليها اولويه. المناطق اللي بتمثل خطوره على المحيط بتاعها اللي فيها بؤر جريمه بتأثر على المناطق التانية أو فيها سرعة نمو عالية جنب منطقة أثرية مثلا بتلتهم المنطقة الأثرية، المناطق العشوائية اللي نشأت في وسط المقابر زي قايتباي والكلام ده بتتوسع في المقابر وبتضغط على مناطق أثرية لدرجة أن ابتدى يبقى فيه تفكير طب ما احنا نزيل المقابر ونكمل إسكان أو نكمل كذا. فالمناطق اللي بتضغط على المناطق الأثرية محتاجة أنها تتوقف، دي برضو أحد الأولويات. في نقطة على المدى البعيد لازم نعملها كلنا، ودي مش مسؤولية وزارة العشوائيات لوحدها، دي مسؤولية البلد كلها، ان احنا لازم نبص على اولويات التنمية في مصر عشان نعرف احنا هنبقى موجودين فين، احنا كمصريين هنبقى موجودين فين في خلال 50 سنة الجاية. لان ما ينفعش ان احنا نفضل قاعدين زي ما بنقول الجماعة بتوع الرياضة او الجيش الجري في المحل، احنا قاعدين بنجري في مكاننا، لا لازم تجري عشان تنتقل الى مكان اخر. ففي مناطق في مصر ليها اولويه وليها فرص في التنميه، مفروض ان يبقى في اكتزاب وتشجيع للمصريين ان هم ينتقلوا اليها بوجود استثمارات وخدمات تخلي البلد تتحرك، بدل ما احنا قاعدين نتركز في القاهره وفي قرى ومدن الدلتا ومدينتين ثلاثه نشاط في الصعيد، لا يبقى في عندنا مناطق جديده للنمو. احنا الفتره اللي فاتت البحر الاحمر وجنوب سيناء حصل فيها تنمية سياحية هائلة، الساحل الشمالي الغربي حصل فيه تنمية سياحية ضخمة، لكن مفيش إسكان، مفيش استقرار، كلها معسكرات عمل، الناس بتروح تشتغل 3 أسابيع وترجع أسبوع، أو في المناطق النائية قوي بيشتغل 3 أشهر ويرجع بيته شهر. العائد بيبني بيت على الأرض الزراعية في قريته القديمة. الكلام ده مفع... يعني عشوائيات الكلام ده مفعش، لازم يبقى في مشروعات توطين في بؤر اللي ليها فرص في النمو. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على المنطقه بتاعت شرق بورسعيد، مينا شرق بورسعيد، المفروض ان هو يتحرك بسرعه، ده اولويه، يبقى معاه مدينه سكنيه لكل المستويات من المستثمرين ورجال الاعمال اصحاب شركات الشحن والتفريغ لغايه العمال اللي بيشيلوا البضائع على كتافهم، يبقى لازم في مجتمع مكون من كل تخلق حياه ثانيه في المنطقه اللي فيها تنميه. بالظبط كده، نخلق حياه ثانيه وعنده سكن ومستقر وشغل ليه ولمراته ومدرسه لاولاده والكلام ده كله. المناطق بتاعت استصلاح الاراضي الجديده صحيح، لسه قبل الحوار اللي حضرتك بتتكلم معانا فيه كنا بنتكلم عن توشكا والمشكله اللي قابلت التنميه في توشكا بشكل حقيقي، عملوا محطات رفع عملاقه اتصرف عليها ملايين وتم استصلاح اراضي بشكل كبير جدا ومفيش سكن ومفيش مدرسه ومفيش طريق، فدي كانت مشكله من اللي ما خلقتش تنميه حقيقيه موجوده في المكان. والله توشكا فيها مدينه بالفعل موجوده، هي مدينه ابو سمبل. المدينه ما هيش سيئه، مدينه فيها مطار وفيها فنادق وفيها اراضي ممتده للنمو ومصدر ميه بتاعها بحيره ناصر، يعني ابو سمبل موجوده. وفعلا لما بدا مشروع توشكا كان فيه نشاط اقتصادي ضخم، نشط ابو سمبل وبدات ابو سمبل تنمو. فيمكن احنا مش محتاجين توشكا الجديده قد ما احنا محتاجين ابو سمبل الجديده او امتداد ابو سمبل، لان ده فعلا حصل. انما توجه الشركات هناك مش لتوطين ناس، توجه شركه من المقاولات انها بتعمل عنبر تحط فيه العمال في معسكر عمل
يقعدوا يشتغلوا ويشتغلوا ويخلصوا. احنا بنتكلم بقى على توجه الدوله يا فندم انك تنقل حياه تانية، يعني بالزبط. تدي بدل ما تدي الاراضي للمستثمرين كل واحد ياخد 100,000 فدان، لا وزعها على شباب بس اعمل له مسكن، اعمل له مدرسه يكون متواجد فيها، يعني يوفر له المجتمع لو رجع ينقل حياه تانية يحس بيه بالاستقرار. بالظبط. النقطه اللي حضرتك اثرتها، حضرتك اثرتها دي مهمه جدا. احنا محتاجين نوعين من الاراضي، في نوع للشركات والمستثمرين، ده راجل بيجيب فلوس وهيشغل عمال. صحيح. العامل اللي بيجي محتاج يحصل له انتقال اقتصادي واجتماعي مختلف عن ان هو عامل اجير. لازم يتحول لمالك. هو محتاج فدان وفدانين وخمس فدادين. لان في بلده الاراض بيفرق معاه لما بيشتغل فيه هو واولاده. ففائض الطاقه بتاعته هو واسرته المفروض يتوجه الأرض. مفيش حاجة تمنع إطلاقا إن هو يشتغل بالنهار لغاية الساعة 4 في الشركة بأجر جيد، ويرجع بيته أو يرجع على أرضه يشتغل، مراته بتشتغل فيها، الولاد بعد ما بيخلصوا مذاكرتهم أو في الأجازة بيساعدوه في العمل، من غير طبعا ما يبقى فيه انتهاك لطفولتهم. لأن الأسرة في الريف الأسرة بالكامل بتشتغل. صحيح. الراجل بيشتغل عامل يومية، ياخد يوميته من الغيط الكبير وبعدين يرجع يشتغل في قراط أو قراطين أو ثلاث قريط بتوعه أو يأجر شوية. فلازم يبقى في تدرج كده، في 100,000 فدان وفي 10,000 وفي 1000 وفي 100 وفي 50 و10 و20 لغايه نص فدان. لازم ابني قريه، لازم يبقى في قريه في المكان. كل ما الاراضي قربت من القريه كل ما بقت اصغر، عشان دي هتبقى املاك الناس اللي ساكنين في القريه، العمال. تمام. وكل ما ببعد بنتقل الى الاراضي الاكبر بتاعه المستثمرين. يبقى انا كشخص اتنقلت، حصلت لي نقله اجتماعيه، انا اتحولت من عامل يوميه الى مستاجر او الى مالك، هروح وهقعد بولادي مهما كان البعد. وفي تجربه حصلت الحقيقه في السبعينات محدش واخد باله منها، في منطقه اسمها غرب الموهوب، دي في الواحات الداخله، كانت جهاز تعمير الصحاري بينميها كالمعتاد على حساب، ودق الابار والمنطقه اتزرعت وجاب عمال اشتغلوا، وبعدين بقت حمل كبير عليه في الاداره، فقال انا هملك العمال الارض، اللي يجيب مراته وولاده هنديله خمس فدادين وبيته جاموسه ويدفعهم بالتقسيط ايه على المريح. الناس راحت اتجوزت مخصوص عشان تجيب ستاتها، عشان يبقى فيه، عشان يبقى عنده اسره، عشان يقدر ياخد الارض. واغلبهم كانوا من قنا في الحقيقه، العمال كانوا اغلبهم من محافظه قنا. استقروا وبداوا يشتغلوا، وطبعا في فلاح شاطر بدا يكسب، وفي فلاح مهمل بدا يخسر، فاللي كسب ابتدى يشتري الارض من الفلاح اللي خسر، وبقى ده بيشتغل، وبدا يتكون مجتمع بطبقاته، ان في ناس اغنياء بيعرفوا يديروا اموال، وفي ناس بتشتغل بدراعها بس، والمجتمع بتاعهم كان معتمد لفتره طويله بس على في كل الاحوال تم تعمير المنطقه بشكل مختلف. تعمير المنطقه، مستوى الزراعه في غرب هو مختلف خالص عن بقيه الواحات، يعني لما يلف بقيه الواحات يلاقي ايه زراعه بسيطه كده، سكان الاصليين هم اللي شغالين فيها، بتوع هنا بقى صعايده فلاحين محترفين، طبعا مستوى تاني خالص. واستقروا وما عادوش بيروحوا حتى هنا في العيد زي ما كانت حياتهم معتمده، استقروا بيتجوزوا من بعض ونشا مجتمع صغير كده، مش ناس كتيره في مصر تعرف بوجوده ان هو ناجح جدا في الواحات. التجربه قابله للتكرار، بس لازم نحس بالبني ادمين. الموضوع مش مجرد ارض واستثمار وشركه. صح. وفلوس، لا. صح. ده في انسان، والانسان المصري على فكره انسان قوي جدا وقادر على فعل المعجزات، مش محتاج حد ياكله ويشربه ويعالجه، محتاج حد يفتح له الطريق انه يشتغل، وهو هيقدر ياكل نفسه ويشرب نفسه ويصرف على الحكومه بعد كده. سعداء بتشريف سيادتك لينا، انا بشكرك جدا استاذ بكليه التخطيط العمراني بجامعه القاهره، شكرا جزيلا، شرفتني يا فندم. شكرا لحضراتكم. مشاهدينا الكرام، دي كانت اخر حاجه في برنامجنا اليومي هذا الصباح، غدا ان شاء الله فريق عمل جديد للقاء.